السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود ياقوت، والنهاردة إن شاء الله فيديو مختلف شوية. حبيت أشارك معاكم تجربة شخصية مريت بيها الفترة اللي فاتت، وهي تجربة إن أنا أشتري عربية صيني في مصر. في الأول أحب أوضح إن سوق العربيات الصيني في مصر بدأ في مصر من حوالي 15 سنة تقريبا، ولكن ضعيف، أو بمعنى أصح ما خدش الحجم الكامل إلا في آخر 3-4 سنين بس في السوق المصري بالنسبة للسيارات. وده طبعا بناء إن دايما الفكرة عند المستهلك المصري إن الحاجة الصيني دايما ضعيفة ورديئة الجودة وانها ما بتستحملش اي حاجة، فبالتالي كان واخدين فكرة ان العربيات الصيني رديئة جدا جدا جدا. ولحد اللحظة اللي انا بعمل لكم فيها الفيديو ده لسه لحد دلوقتي ناس برضه ما تحبش تركب صيني وبتخاف انها تركب صيني. انا النهاردة في الفيديو ده هشارك معاكم تجربة انا مريت بيها، وهي ان انا اشتريت عربية صيني من الزيرو، من اول زيرو كيلو لحد 100,000 كيلو، وهقول لكم في اخر الفيديو على مفاجأة، فخليكم معايا للنهاية. يعني العربية اللي انا اشتريتها BYD F3 موديل 2019. وانا اشتريتها سنة 2019 في اخر 2018 تقريبا شهر 9، يعني اول ما نزلت. العربية دي مشهورة جدا من سنة 2006 في مصر، وان هي كمان بتتعمل تاكسي وبتشتغل اوبر وكريم كتير جدا في مصر، وده طبعا لان استهلاكها البنزين قليل. ولما جيت اشتريها كنت بقارن، او كان اي حد بينصحني يقول لي اشتري ماركة معروفة في السوق المصري بنفس المبلغ ده بس موديل قديم، او انك تشتري صيني موديل جديد اللي هو موديل زيرو يعني بس صيني يعني. وانا طبعا قررت ان انا اشتري صيني، لان الزيرو طبعا عمره ما هيبقى زي القديم، لان طبعا القديم بيحتاج صيانة مهما كان. زي ما انتم شايفين انا مشيت من اول الزيرو لحد 95,000 كيلو تقريبا، يعني تقريبا 100,000 كيلو في خلال سنتين. هحكي لكم على تجربتي بحيث اللي يتفرج على الفيديو ياخد تجربة او ياخد معلومة ممكن تفيده، لان بدأنا نشوف عربيات جودتها عالية جدا. طبعا انا هتكلم عن البي واي دي اف 3. البي واي دي كان بينزل منها 3 فئات او 3 موديلات، يعني بي واي دي اف 3 وال 3، وكان في الاس 5 وفي الاف 0. الاس 5 والاف 0 دول ما انتشروش خالص وما اشتهروش جدا، نزل منهم موديل او اتنين ووقفوا. انما اللي كان منتشر ال 3 والاف 3، واكتر حاجه منتشره هي الاف 3. العربيه دي كانت بتنزل من سنه 2006 تقريبا لحد سنه 2014 بموتور متسوبيشي، مكتوب عليه كده متسوبيشي. العفشه بتاعتها عفشه تويوتا. طبعا العربيه من جوه العربيه شبه العربيه اللي هي تويوتا الجمل، كان مشهور عندنا اسمها تويوتا الجمل، هي موديل 2003 و4 و5 تويوتا كورولا، حتى نفس الصالون تقريبا. فبرضه العفشه بتاعتها كانت عفشه تويوتا بالظبط. طيب هكلمكم عن ابرز المميزات للعربيه دي، بحيث لو حد عايز يشتريها
يعرف ايه المميز فيها، وبرضه هكلمكم عن العيوب بتاعتها. اول ميزه وتعتبر اهم ميزه في العربيه دي ان هي موفره جدا في البنزين، يعني تقريبا بتعمل 5.8 او 6 لتر كل 100 كيلو، وده استهلاك رائع بالنسبه للي عايز يجيب عربيه يشتغل بيها، مش عايز حاجه يصرف عليها بنزين كتير. فدي ميزه مهمه جدا لاي حد هيجيب العربيه يشتغل بيها او هيتحرك بيها كتير. تاني ميزه وبرضه شايفها من الحاجات القويه جدا في العربيه دي انها واسعه جدا، سواء في الصالون بتاعها الداخلي او في الشنطه بتاعتها، واسعه جدا يعني واسعه تتحمل حاجات كتيره في الفئه السعريه دي. مفيش ما اعتقدش ان في شنطه واسعه بالشكل ده او عربيه مريحه بالشكل ده. الحاجه الثالثه والمهمه برضه بالنسبه لاي حد عايز يشتري ان هي اقتصاديه جدا في قطع غيارها، بمعنى ان قطع غيارها رخيصه جدا ومتوفره، وده لان زي ما قلت لكم في الاول ان هي عفشتها عفشة تويوتا، والموتور كان بينزل لحد 2015 او 2014 متسوبيشي، وبعد كده حطوا موتور مكتوب عليه بي واي دي، لكن هو تقريبا شبيه بموتور الهوندا بدرجه كبيره يعني. فيعتبر كل قطع غيرها متوفره ورخيصه. طبعا انا في خلال الفتره من الزيرو لحد 95000 ما غيرتش اي قطعه غيار، سواء في موتور او عفشه ولا مسمار حل، ما غير الا الزيت وفلتر الزيت وفلتر البنزين اللي هي الصيانات الدوريه يعني، وفلتر التكييف وفلتر الهواء، اللي هي الحاجات الدوريه اللي بتتغير في اي عربيه بصفه دوريه. من ضمن المميزات برضو للعربيه دي ان العربيه دي ادائها على الطريق يعني جيد جدا، نقدر نقول ان هو جيد جدا، ثباتها على الطريق بالنسبه للمقارنه بتاعتها في الفئه السعريه دي ثباتها حلو جدا. يعني انا كنت بمشي ساعات في اوقات يعني 140 و150 عشان اجربها يعني، وممكن 160، العربيه ثباتها محترم. نيجي بقى للعيوب بتاعت العربيه. ايه العيوب بتاعت العربيه دي من وجهه نظري اللي ممكن تقابل اي حد؟ اول حاجه العزل بتاعها مش كويس. ايه هو العزل؟ العزل ده ان بتسمع الصوت اللي بره داخل عندك جوه كابينه العربيه، اللي هو صوت الهواء اللي بره او صوت الموتور. طبعا العربيه بيبقى الصوت واضح جدا للهواء اللي بره، عزلها مش حلو، وبيبقى صوت الموتور باين جدا بالذات لما تبقى موجود يعني بتمشي على سرعه عاليه. فده اول عيب موجود في العربيه دي. تاني عيب في العربيه دي ان هي مش مجهزه باي كماليات نهائي، يعني مثلا ما فيش فيها كاسه تاتش. انا طبعا ركبت لها كاسه تاتش وركبت لها كاميرا خلفيه، لكن هي بتنزل من غير كاسه ومن غير كاميرا، من غير اي اوبشن اضافي. السماعات بتاعتها بتنزل سماعتين بس في البيبان اللي قدام، مفيش سماعات ورا. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي لو حد بيفكر يركب عربيه فيها كماليات ما اعتقدش ان هو هيلاقي كماليات فيها، لانها فقيره جدا في الامكانيات. طبعا للاسف من موديلات من اول 2015، من اول 2016 ولحد دلوقتي اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي، مفيش اي موديل نزل اوتوماتيك. قبل كده كان بينزل فتيس اوتوماتيك وحصل فيه بعض العيوب فبطلوا ينزلوه ووقفوا، بس توقفوا بس على فتيس اللي هو المانوال، فبرضه مفيش فيها اوبشن ان هي تنزل اوتوماتيك. وفي بعض الناس عملت تعديل ان هي بتسقط الموتور بتاعها بعد فتره يعني، وبتحط لها موتور تويوتا او موتور متسوبيشي بالفتيس بتاعه الاوتوماتيك، بالفتيس بتاع الاوتوماتيك، وده بيغير العربيه طبعا شكلا وموضوعا يعني بالنسبه لايه؟ للرفاهيه شويه. وبعد ما شفنا المميزات والعيوب احب اقول لكم بقى على بعض النقط اللي من وجهه نظري ممكن اي حد يستفاد منها. اي سياره او اي عربيه طول ما انت بتعمل الصيانه بتاعتها في الميعاد الدوري بتاعها هتفضل تديك الكفاءه، هتفضل تديك الاداء اللي انت عايزه، وهتحس ان العربيه زي ما جبتها من الزيرو لحد ما مشيت. يعني انا مثلا التجربه اللي انا مريت بيها من اول ما جبتها لحد اللحظه اللي هي 95000 كيلو دي، العربيه 10 على 10، ما شفتش فيها اي مشكله، ما شفتش اي حاجه ضايقتني منها، لان طبعا انا بعمل صيانه كل صيانه في ميعادها بالظبط. اي حاجه بتحصل في العربيه يعني ما بترددش ان انا اشيك عليها، ودي حاجه مهمه بالنسبه لاي عربيه، وده طبعا هيفرق ما بيني وما بين اي حد. ممكن يكون حد جاب العربيه واهمل في الصيانه او اهمل في الصيانه الدوريه، فبالتالي اداء العربيه اختلف معاه. الحاجه الثانيه والمهمه ان في ناس بتجيب العربيه دي وتحط لها بنزين 80. طبعا انا من يوم ما جبتها حطيت لها بنزين 92 على طول، عمري مره ما حطيت 80، وده بيحافظ على كفاءه الموتور وبيحافظ على كفاءه الحساسات وبيديك اداء حلو على الطريق وبيخلي العربيه مرتاحه على طول الوقت. طيب مين اللي يقدر يشتري العربيه دي ومين اللي ما يشتريهاش؟ لو في شاب عايز يجيب العربيه دي يشتغل بيها، او ان الشاب ده عايز يجيب العربيه دي تبقى عربيه عائليه يتحرك بيها او يسافر بيها ما بين البلاد المختلفه يعني، ومش مش مهتم بالرفاهيه او مش مهتم بالكماليات، انصحه بالعربيه دي، والعربيه دي جيده جدا ليه وهيتبسط جدا بيها. يعني لو حد هيشتغل بيها او يجيبها كاسره كده في البيت لاسرته في البيت، العربيه دي 10 على 10. لو انت حد بتحب الكماليات وبتحب الاوبشن، لا ما انصحكش بالعربيه دي. ولو انت حد بتحب انك تقعد جوه العربيه في هدوء تام او ما بتحبش تسمع اي صوت بره، ما انصحكش بالعربيه دي لان عزلها مش كويس زي ما قلت لكم. فانا حبيت انقل لكم التجربه دي طبعا، واتمنى الفيديو يكون كويس بالنسبه لكم واي حد استفاد منه ان شاء الله. وعايز اقول لكم على مفاجاه بقى اللي انا قلت لكم عليها في اخر الفيديو. المفاجاه ان انا بعت العربيه دي، انا بعتها
من حوالي اسبوعين. الحمد لله على كل شيء، ربنا يبارك لصاحبها. انا بعتها فعلا على خمسة، جبتها من الزيرو لحد 95,000 كيلو. الحمد لله العربية دي موقفتنيش ولا يوم من غير، موقفتنيش ولا يوم على الطريق ان هي مثلا فيها صيانة او فيها عطل. الحمد لله ربنا سترها معايا. طبعا ربنا هو اللي بيستر في الاول وفي الاخر، لكن احنا بناخد بالاسباب والباقي على ربنا. حبيت اشارككم الفيديو ده، اتمنى يعجبكم. واي حد شاف الفيديو وشايف ان حد تاني ممكن يستفيد منه يعمل لايك للفيديو وشير. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة، واستناكم ان شاء الله تتوقعوا انا هجيب عربية ايه الفترة اللي جاية. اكتبوا لي في الكومنتات ارائكم ان انا اجيب عربية ايه، وارائكم في العربية دي لو حد معاه عربية شبهها يقول لي رأيه. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.